258 مشروع استثماري تم تسجيله عبر المنصة الرقمية للمستثمر، وأيضا فيه أكثر من 500 مشروع يعني في قيد الدراسة على مستوى المنصة الرقمية للمستثمر. الآن بالنسبة للاستثمارات الأجنبية راهي تمر عبر الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية. كم الشباك الوحيد؟ كم مصر؟ عندنا لحد الآن عندنا 38 مشروع، يعني إلى غاية 31 مارس يعني.